رأيك اولا في المباراه النهارده، لان هتكلم على ريال مدريد وكل الناس عايزه تتكلم على الريال، بس اعرف برضو رأيك النهارده في المباراه امام فريق سياتل الامريكي. خليني الاول نقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، ومساء القاضيه ممكن عليكم كلكم كده. انه الاهلي يا ساده. القاضيه الثانيه وكان الدقيقه كام؟ 87 والنهارده برضو 87 نفس الدقيقه. فالاهلي المونديالي، الاهلي اللي بيقدم العظمه، الاهلي اللي هو النهارده الحمد لله بقى تاني. عايزك تسيب الموضوع ده قدام شويه عشان عندي لقاء مع قفشه. فكان لازم اقوله بعد، لكن ماشي كمل كلامك بعدين ناخد لقاء مع قفشه. الاهلي النهارده اللي عامل شويه ارقام كويسه، تاني اكتر نادي حقق فوز في المونديال بعد ريال مدريد، اكتر نادي تاهل لنص النهائي، اكتر نادي حصد البرونزيه، اكتر نادي حافظ على نظافه شباكه في المونديال، ففي ارقام الحمد لله كويسه جدا النادي الاهلي محققها. بالنسبه للمباراه انا بشوف ان مارسيل كولر يا جماعه مدرب كبير قوي. سيبك من اي حد هيقول لك اصل المنافس ضعيف، اصل مش منافس، ايه اللي ضعيف؟ ده فرقه جامده جدا، فرقه قويه جدا وقويه جدا على المستوى البدني. مارسيل كولر اولا احنا كان قبل الماتش 3 ايام بس، فانت كان عندك نوع من الارهاق يعني يعتبر برضو، وهم جايين الراجل مذاكر الفرقه كويس وعارف ان هم لسه في فتره اعداد وان هم هيقعوا الشوط الثاني بدنيا ومذاكر الفرقه بطريقه كويسه جدا، وعارف ان هي نقطه قوتهم في الاثنين اللي ناحيه اليمين اللي هم الاخين، والحاجه الثانيه صانع الالعاب بتاعهم رقم 10 وبيضم عليهم، فبيبقوا ثلاثه ناحيه اليمين بيعملوا جبهه يمين قويه. فهو فكر الناس كلها لما شافت التشكيل كان فيه مفاجات الثلاثه اللي قدام، طب ليه وظف طاهر؟ ليه ما حطش احمد عبد القادر في الحته دي؟ لان طاهر قدراته الدفاعيه بدنيا كويس، مع انت بتلاعب فرقه بدنيا بمنتهى القوه. يا ريت حتى لو نعرض الصور هوري لحضراتكم الفرق ما بين الاداء في الشوط الاول والشوط الثاني عشان الناس تعرف قيمه مارسيل كولر الفنيه. مارسيل كولر الشوط الاول لا وقد ايه قيمه برضو محللين الاداء اللي معاه، خلي بالك. لا طبعًا. لا لا، لانه انا بالنسبه لي القصه طبعا في مارسيل كولر هو اللي بيضع الافكار والمدرب اللي معاه ده مصنف، ولكن المجموعه اللي معاه عمل رائعه جدا ان هي تقول لك لا لازم تبدا بهذا الشكل. صح. في الاخر قراره صح، لكن هو منظومه عمل جماعيه. بص حضرتك ده في الشوط الاول. احنا في الشوط الاول النادي الاهلي تقول لك الاداء ما كانش حلو، كان في بعض الحاجات ممكن تقول، لكن الاداء ده مارسيل كولر هو اللي كان عايزه كده، عايز يسري يعني يمشي المباراه، بسير المباراه تفضل ماشيه بحيث ان الفرقه تتعب في الشوط الثاني، فانا بلعب بالضغط في وسط الملعب. هنا حمدي فتحي كان هو اللي بيعمل دور الرجل الثالث، هو اللي بيضغط مع كهربا قدام، وادي هنا بص حضرتك الجبهه، بص لا هات الجبهه اليمين، ايوه الجبهه اليمين بتاعتهم اللي هم الاخوين، بص هنا طاهر فين؟ دي لقطه الشوط الاول، دي طاهر بيرجع مع راجع مع معلول مع الباك رايت بالظبط، ومعلول هو اللي بيضم مع الجناح اليمين، فدي تعليمات مارسيل كولر، غير ان ديانج بيروح لهم والسوليه بيروح لهم عشان اقفل الجبهه اليمين القويه اللي هي اقوى جبهه في فرقه سياتل الامريكي. ايوه فده في الشوط الاول، يعني بص المنظر ده، حمدي فتحي هنا عمل دور، ليه برده ما بداش بقفشه؟ ليه بدا بثلاثه ارتكاز حمدي فتحي؟ لان انت بتلعب فرقه ممتازه في الجانب البدني، اقوياء بدنيا، فانت محتاج واحد الورك ريت بتاعه عالي. يعني كان بيقدر يعمل دي، وكان يقدر يعمل كمان ضغط على السرد باك لو في حاله احنا بنضغط على الهجمه بالظبط. بس كان برده هنا الشوط الثاني بص حضرتك كام واحد في ناحيه اليمين؟ 1 2 3 4 4 ناحيه اليمين، فطاهر فين؟ طاهر هتلاقيه واقف وراه معلول. فده دي تعليمات واضحه من مارسيل كولر. طب الشوط الثاني ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ هو الراجل عارف ان هم لسه في مرحله يعني في فتره اعداد او لسه في اول ماتش، بدا عكس بقى الشوط الثاني. بص حمدي فتحي راح فين؟ بيضغط عالي في الشوط الثاني، ليه؟ لان انا متوقع ان الفرقه دي بدنيا هتقع في الشوط الثاني، وبالتالي بدات ان انا اضغط عالي اهو، حمدي فتحي بدا يرحل. الحاجه الثانيه بقى نقطه التحول في الدقيقه 63 مع نزول قفشه، ليه اختار قفشه وعبد القادر؟ هو عايز لعيبه كوره، لعيبه هتقدر تمسك كوره بشكل كويس، لعيبه حريفه، احمد عبد القادر، قفشه، تقدر مع بيرسيتاو، وحتى فضل مصر على بيرسيتاو رغم ان حسين الشحات ما كانش مصاب ولا اي حاجه، يعني بيرسيتاو موجود، لعيبه كوره. بص هنا حضرتك الضغط، حمدي فتحي بيضغط، كهربا بيضغط، ده الضغط في الشوط الثاني. فالفرق في التفكير في سياسه الضغط ده فكر مدرب. بص هنا قفشه، هوري لحضرتك او لحضراتكم، شوف الهدف في سر يعني، ده طبعا مع نزول قفشه هنا، قفشه بيعمل الدور اللي كان بيعمله مين؟ حمدي فتحي. بس الفرق برضو يا احمد ان من النواحي الدفاعيه كان حمدي بيضغط وقفشه نازل بيضغط، لكن من النواحي بقى وانت معاك الكوره
ما كانش قادر حمدي فتحي انه يعمل الادوار ان هو ازاي الهجوميه اللي هي لحد بول كاريا يعني يمسك الكوره ويتحرك ويعمل بيها هجمه. بص حضرتك هنا بقى دي اللعبه اللي قبل الجون، يعني اللعبه دي اتكررت، لعبه الجون اتكررت هنا برضو. قفشه بيتحرك في عمق الملعب في مساحه فاضيه، كمل هتلاقي هنا لعبها لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر لعبها لقفشه من نفس الحته. جون حلو قوي. دي اللعبه اللي قبل الهدف. ايوه قبل الهدف دي كانت حلوه قوي. اللي هي جنب القايم، اللي هي جت جنب القايم دي اهي بالظبط جنب القايم. هات بقى لعبه الهدف. بص انا قفشه بالنسبه لي لازم، انا وجهه نظري وحش كويس على الاقل بيعمل كوره في الماتش يوديك للجول. صح بصراحه وجهه نظري. بص حضرتك هوري حضرتك حاجه هنا في الجون. الجون مين طبعا مين اللي بادئ الجون يا كابتن اسلام؟ قفشه. بص هنا كمل اللعبه، هات الصوره اللي بعدها. هنا طبعا فرقه سياتل واقفه في وسط ملعبها في الدقيقه 86. هنا بص هنا الضغط بتاع لعيبه النادي الاهلي، مين اللي قطع الكوره في الدقيقه كام بقى كمان؟ في الدقيقه 87. صحيح. الكاونتر بريسنج الممتاز بتاع لعيبه النادي الاهلي والضغط في الشوط الثاني هو سر الانتصار عكس الشوط الاول. الشوط الاول ما كانش فيه ضغط عالي. انت هنا عامل ضغط اهو. قفشه اللي قطع الكوره يا جماعه، قفشه اللي قطع الكوره بتاعه الهدف دي، قطعناها في 4 ثواني و4 جزء من الثانيه، نجحنا ان احنا نقطع الكوره. كمل. بص دي كره الهدف ارتدت على طول، قفشه قدر ان هو يشوط خبطت في القايم. بعد كده قفشه تابعها طبعا ده في من مسافه 22 متر. فانت بتتكلم في ان قفشه دي برده الكوره ممكن يقول لك الكوره فيها مثلا سنه حظ فيها، ده برده كانت ممكن تدخل من الاول. بس خلي بالك فيها كمان ريسك، يعني كان لازم يلعب الكوره كده، الكوره جايه عاليه عامل فولي، حط الكوره بريسك خبطت في واحد ودخل. فده يعني في شكل هجومي اتغير بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى الدفاع، على المستوى التكتيكي كان في ادوار واضحه جدا يا كريم كمان للاجنحه. يعني ليه علي معلول ما هاجمش كتير وليه الناس بتتكلم ليه هاني ما هاجمش كتير؟ خليني يا كابتن هاني اخدك من الجهه الاخرى، من عند شميتزر المدير الفني لسياتل. هو واضح جدا جدا هو اتفرج على الاهلي مش في المونديال بس، في مباريات في الدوري في الموسم ده مع كولر. هما نزلوا اول مباراه بيلعبونا ب 4-2-3-1 وبنزعه هجوميه، وطبعا وكان واضح جدا جدا هم مختلفين مع اوكلاند. حتى تفتكر احنا في مباراه اوكلاند قلنا فريق اوكلاند هيبدا معانا زون ديفنس، وفعلا اوكلاند بدا معانا زون، كان فعلا فرقه خايفه مننا طول الوقت واحنا قدرنا بس يعني برضو معلش عشان اوكلاند ده برضو اتقال ان هو فريق ضعيف. طبعا فريق اقل من النادي الاهلي وانا مؤمن بهذا الامر، ولكن النادي الاهلي في هذه المباراه واحده من افضل المباريات للنادي طبعًا الاهلي طبعًا اللي انا شفتها من بدايه السنه للسنه. وبنلعب كولر من مدرسه جوزيه ومدرسه فايلر، بيقسم الماتش وهندي دليل ان يعني هو بيقسم المباراه. انا بس عايز ابدا من عند شميتزر عشان نوري للناس برضو زي نادي سياتل، بخلاف طبعا هو عنده مهارات فرديه كويسه لكن الفريق بدنيا قوي جدا، فريق بدني منعنا من احنا نخترق من العمق طوال 45 دقيقه الاولى، واجبرنا ان احنا نروح للاطراف ونلعب هو عايزه يعني هو عايز اللي هو عايزه، واحنا برضو عملنا معاهم كده، واحنا برضو منعناهم ان هم يخترقوا من العمق وعنده بلاي ميك قدرنا نقفل عليه، واجبرناهم يلعبوا على العرضيات ويلعبوا على القوات الثابته زي ما راح اوكلاند. ثابت بقى النقطه مهمه جدا ان في الفكره بتاعت كولر ان هو عايز يزقه للشق البدني في الشوط الثاني، لان الفريق برضه بني ادمين وبشر ما لعبوش مباريات رسميه بقى لهم فتره لسه بدايه الموسم. صح. احنا عندنا ميزه عنهم ان احنا لحد ما ممكن نقول احنا في منتصف الموسم بتاعنا. توقيت الثلاث تغييرات في الشوط الثاني يؤكد بما لا يدعو للشك ان مارسيل كولر كان مقسم المباراه شق اول وشق ثاني. انا عايز اوصل للشق الثاني ده وانا اتليس 0-0 مش هزعل. ليه؟ لان النهارده الجهد البدني عند فريق سياتل مليون في الميه هيقل. يعني انت بتقول انه هو عامل بلاننج اوريدي مليون في الميه في الدقيقه 60 انا مليون في الميه الثلاثه دول هيخرجوا. نفكر يفتكر معانا مع بعض ماتش الاهلي والصفاقسي في رادس الدقيقه 40 اكوتي هيطلع بالمباراة ده حاجة متفق عليها، احنا متفقين بره مظبوط. في الدقيقة 40 اكوتي هيطلع وعماد متعب هينزل. لا هو قال حتى جوزيه في الوقت ده قال ايه؟ قال يا جماعة التغييرات اللي هتنزل هي اللي هتكسبنا الماتش. اللي هو عامل بلان وحاطط وعارف مين اللي هيخرج وفي الدقيقة كام. طلع صديق ونزل شيتوس، محمد صديق كان بيلعب سيرد باك فطلع صديق ولعب أربعة. بالظبط. احنا من مرات القليلة بالظبط صح صح. الأهلي يعني في الفترة بدأنا المباراة ثلاثة وفنشناها بأربعة لأنه طلع محمد صديق وحط صحيح وخلانا نقف شوية بالظبط لما جبنا الجون.
فبدات انا اخش كسرد باك ثالث وباك رايت. يعني قللت يعني النواحي الهجوميه شويه. بالظبط. المباراه النهارده كانت متقسمه شبيهه مباراه الصفاقسي في حته. مباراه الصفاقسي الصفاقسي متسيد تقريبا الشوط الاول ومضيعين فرص كل حاجه. اول ما عماد متعب نزل بدل اكوتي في دي 40 الشوط الاول الموضوع اتغير. وبدانا الشوط الثاني احنا بنلعب في استاد القاهره. ماتش بيخلص 1-0 بجون ابو تركه بس. الجون الماتش الشوط ده يخلص اقل حاجه 3-0 للاهلي. نفس الفكره الشوط الثاني بدا سياتل يعتمد على كره الثابته والفول باك بيروح نص ملعب النادي الاهلي عشان حاجه واحده ياخد الضربه الركنيه. بيخبط الكوره في لعيبه النادي الاهلي عشان يلعب الضربه الركنيه ويطلع اثنين مساكين ويحاول يقطف الهدف من الضربه الثابته. احنا بقى كنا مستنيين ده كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن هادي. سرعه التحول الدفاعي للهجوم للنادي الاهلي كان سريع جدا. احنا كذا كاونتر اتاك رايحين تقريبا بنفس عدد اللاعبين او اكتر. حتى الكره بتاعت بيرسي تاو اللي جت في الصوره يا ريت نجيبها تاني. في كره بيرسي تاو واقف في الناحيه اليمنى وبيمر. تعال نبص على نص الملعب اربع لعيبه من النادي الاهلي اربعه وهم خلاص خط النص بتاعهم كله اتضرب. احنا كنا في زياده عدديه مش قادرين يرجعوا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الفريق لسه في بدايه الموسم. ما يقدرش النهارده هو قدام النادي الاهلي وقدام بطل افريقيا يقدر يلعب جيم بدني بدايه من الدقيقه 60. صعب جدا. وبالتالي احنا النهارده بدأ نضغط والحمد لله. كمان في وجهه نظري يعني الهدف جه في توقيت كويس. احنا مش عايزين صحيح ناخد نص. احنا بنص ساعه لو كنا رحنا لها كنا احنا افضل على فكره. يعني كنا رحنا الوقت الاضافي بس كان هيأثر علينا في اصلا يعني احنا بالظبط المباراه الجايه. الحمد لله ربنا رحيم بينا حتى لو بالظبط. ربنا رحيم بينا احنا عشان نلعب نرتاح. نلعب 90 دقيقه نلعب 120 دقيقه. احنا هنلاعب فريق يعني حاجه تانية خالص. ستايل لعب وحاجه اسماء بنشوفها في التلفزيون. احنا رايحين نلعبهم ماتش رسمي. لا التلفزيون والبلاي ستيشن. لا والنبي انا عايز اقول دي والنبي يا كابتن. لا معلش انا عايز اقول دي بجد والله. احنا لاول مره في التاريخ هنلاعب ريال مدريد ماتش رسمي مش ماتش ودي. مش دافعين لهم فلوس ولا جايبين شركه راعيه نقول لهم مجنبه يا جماعه حطونا الناس دي عشان يلعبوا معانا ماتش. ده بكره هنلعب وهناخد 2 مليون دولار. انشيلوتي بكره. انا اسف انا عارف ان احنا معانا قفشه تقريبا بس بكره. لا غير قفشه احنا معانا ماشي كمل. انشيلوتي بكره اخيرا. انشيلوتي بكره بعد نهايه ماتش مايوركا الساعه 3 بعد ما يتسال عن النتيجه وكل حاجه هيتسال في المؤتمر الصحفي رسميا عن مباراه القادمه قدام النادي الاهلي.